أعزائنا المشاهدين من ها هنا من مديرية صرواح من منطقة الزور في وسط البادية، نحييكم تحية الفرسان، تحية الشجعان، تحية الكرماء. ومن على ظهر الخيل الذي هو رمز الأصالة والشموخ والشرف والعزة، نبدأ حلقتنا منطلقين في رحاب البادية، فكونوا معنا. دخلنا مديرية صرواح عبر طريق تنطرح الرمال حواليها يمنة ويسرة باتساع الأفق، وحين وصلنا رأينا منظرا مهيبا. رأينا الرجال مصطفين صفا واحدا لاستقبالنا بخيولهم وإبلهم، حاملين سلاحهم الذي يعدونه زينة لهم كأنه جزء من ثيابهم. هكذا يفهمون الأمر غير ما نفهمه نحن، إنهم لا يحملونه ليعتدوا به أو ليتفاخروا، إنما هو تقليد ورثوه عن آبائهم، فإذا استعملوه فللدفاع عن أنفسهم أو لإقامة الحق. إنهم مسالمون طيبون، متحابون، ملتزمون بتعاليم دينهم الحنيف كل الالتزام. لقد رأينا الوجه الحقيقي لمأرب، هذه المدينة التي تم تشويه صورتها عمدا، وذلك باتهام أهلها بالعدوانية والإرهاب، لكي يتم حرمانها من مستحقاتها ولكي يعتدى على أهلها بحجة أنهم مخربون. إن أهل مأرب أصحاب عزة ونخوة ولا يقبلون الضيم، وهذا لا يعجب السلطة التي تريد إذلال الناس وإسكاتهم، ولهذا اخترعوا أكذوبة الإرهاب في مأرب. إن مأرب ليست كذلك، بل هي أرض الإسلام وأرض السلام وأرض العروبة وأرض الحضارة، إنها شهادة حق في أعناقنا، وكان لابد لنا من أن نقولها. استقبلنا أهل قرية الزور استقبالا حارا، مرحبين على طريقتهم البدوية الأصيلة، وكان لابد من الزامل، ثم كان منا الرد. مرحبا بالقناه الرايده تحمل همومنا دايم سهيل، واليمن بتظلي وحده والفساد المنظم بايزيل. واحنا نرد عليكم يا شباب على عجل، قلنا مرحبا بالرجال الوافده يا الذي جيتوا على ناقه وخيل. لليمن تاريخ وانتم قايده بالقلم تحموا الحضاره والجليل. ثم صحبونا إلى المضافة والخيول أمامنا. عندما تجد نفسك أمام هذا المشهد الذي يقع في القلب قبل العين، تكاد تجزم أن هذه الأرض هي موطن الخيل الأولى، وفيها سمع الإنسان صهيلها الأول، وهنا وجدت باكورة الصداقة الأزلية بين الفرس والفارس في رباط لا يتخلله فكاك، رباط علق حياة الفارس بأعنة الفرس. ومنذ تلك اللحظة كتب الله على الخيل أنها رفيق الفاتح ودليل السائح، وهذه هي الخيل تسير خببا تواكب خطواتها خطوات أصحابها في مشهد متجانس لا يمكن تجزئته لها في سيرها. هدف شاركت فيه البشر، وهو الترحيب بالضيف القادم، وكأن كرم الضيافة واجبا عليها هي أيضا، وكما هو في عرفهم فالضيف ضيف الجميع. Allah'a emanet olun.
صاحب قناة السهيل في منطقة الزور نقول أهلا وسهلا لكم لأن أنتم وصلتوا إلى هذا المنطقة المحرومة من جميع من أغلب الخدمات. في منطقة الزور مديرية صلواح، وأول قناة اتصلت نقول هموم المواطنين من الحدث من الواقع، فأهلا وسهلا بكم. سكان هذه المنطقة مديرية صلواح أكثر من 15,000 نسمة توزع على عدد من المناطق، منها حباب والمحجزة وذنة والزور وصلواح منطقة. لدينا عدد من المشاريع التي المنطقة بحاجتها. احنا لدينا نريد لمنطقة الزور الذي أهلها انتقلوا وتأسست هذه القرية في عام 87، وتم الوعد بمشروع ري للمنطقة للزراعة، وإلى الآن لم ينفذ هذا المشروع. ثمن نقل هذه القرية من حوض سد مارب من عدد من القرى حتى تجمعت إلى هذه المنطقة، وكان التعويض زهيد لم يؤفي بمتطلبات الإنسان في هذه المنطقة. فنطالب الدولة بإعادة النظر في التعويض وفي إيجاد هذا المشروع لهذه المنطقة. أيضا كما شرحت لكم لدينا عدد من المستشفيات والوحدات الصحية في المحجزة وفي حباب وفي بالنسبة لمديرية صلواح وفي المديريات الأخرى كما هذه المديرية، عشان ما لأن البرنامج يخص هذه المديرية، لا أقول أني نسيت المديريات الأخرى، ولكن البرنامج هو يخص هذه المديرية مديرية صلواح. فلديها عدد من الوحدات الصحية المبنية بناء بالحجر، ولكن لا يوجد فيها أي نوع من الكادر ولا حتى القابلات. نطالب بتنفيذ هذه المشاريع، نطالب بربط الكهربائي إلى مديرية صلواح وبقية المديريات في المنطقة هذه، لأنه المشاريع من 97 والأسلاك راكبة على العمدان، ولكن أهملت وسرقت الأسلاك وانتهت، وينقصنا فقط 500 كيلو داخل مجمع محافظة مأرب. 500 متر مش 500 كيلو، 500 متر داخل مجمع محافظة مأرب للربط إلى المحطة الكهربائية منذ 2003، وهذا المشروع معرقل في مجمع المحافظة. لا نقول أنه بعيد من الحكومة، على أنظار الدولة تنظر إلى القطع الكهربائي ولا تحرك ساكنا، وهذا هو المطلب الأساسي بالنسبة للمنطقة، الكهرباء شريان الحياة. شمس الحضارة من هذا المكان مضت تشع ضوءا على الدنيا بما فيها، هنا تشمون للتاريخ رائحة، هنا حكايا له ما زال يحكيها. هيا بنا نقرأ الماضي، فما فلحت من أمة جهلت أخبار ماضيها. أعزائنا، نحن الآن في صرح من صروح الملكة الحكيمة بلقيس التي سارت بقومها اليمانيين إلى الإسلام، تلك الملكة التي أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. تأملوا هذا الصرح وكونوا معنا في هذا التقرير. معبد الشمس أو معبد أوام، هكذا كان اسمه قبل أن تسلم بلقيس الحكيمة هي وقومها، بعد أن دعاها النبي سليمان عليه الصلاة والسلام. حين انطلقنا صاعدين إليه كانت قلوبنا تنبض بشدة، لأننا نعرف أننا بعد قليل سندخل بوابة من بوابات التاريخ اليمني العظيم، ولا سيما أنها البوابة الكبرى التي تتصل بدولة سبأ. ومن نظرة إلى السور المحيط بالقصر تبين لنا أن هذا السور القوي العالي المحكم البناء يحتضن بناء مهما من أبنية تلك الدولة المتحضرة. يا لها من بوابة ضخمة متقنة الصنع. من أي الأخشاب صنعت؟ وكيف صنعت؟ وما هذا البناء الذي فوقها؟ هل هو مخصص للحراس أم لغيرهم؟ وهذا البناء كله هل كان معبدا فحسب؟ أم قصرا أيضا ومقرا للحكم؟ إن سعته وتنظيمه وكثرة حجراته تدل على ذلك. ما أروعه
وقد صار أطلالا، فكيف كانت روعته حين كان بناء تاما قائما؟ وكم سكنه وزاره من الناس، وكم جلس فيه الملوك، وكيف كانت حياتهم فيه؟ سبحان الحي القيوم الذي لا يدوم سواه، وسبحانه الذي علم الإنسان ما لم يعلم. إن هذا البناء جدير بأن يدرس دراسة عميقة، لأن نتيجة الدراسة ستكشف لنا شيئا من التاريخ الجغرافي والاقتصادي والاجتماعي والعقائدي والهندسي العمراني. تأملوا هذه الساحة الواسعة وهذه الأحجار الكبيرة التي قيل أنها نقلت من السد، وتلك طريق طويلة، فكيف تم تقطيعها ونقلها ونحتها وصقلها وتركيبها بهذا الشكل المتماسك حتى الآن؟ وتأملوا أيضا هذه الجدران الصلبة وتلك الكتابات التي تدل على أنهم كانوا أهل علم وكتابة وتدوين وتأصيل. ودعونا نتساءل، لماذا هذه الأعمدة؟ ولماذا تركوا مسافة بين كل عمود وعمود، وبين كل مجموعة منها ومجموعة أخرى؟ ولماذا اختلفت أحجامها؟ ولماذا أقيمت في جهة الجنوب فقط؟ ثم تأملوا كيف أن كل عمود هو كتلة واحدة، وما هذه المرافق التابعة لهذا البناء الضخم؟ ولماذا صنعوا هذه الدرجة إلى الأسفل؟ وهذه الفتحات ما دورها؟ تساؤلات كثيرة تحتاج إلى إجابات كثيرة، ولكننا وإن لم نعرفها ندرك أن هذا الأثر العظيم هو نتاج حضارة عظيمة. فهل نهتم بها ونظهرها، أم ندفنها كما نفعل بكل الآثار؟ أين هيئة الآثار ووزارة السياحة ووزارة الثقافة؟ هل هذه الصفيحة الصدئة التي شوهت المكان هي كل ما قدمتموه لحضارتنا الرائعة؟ طبعا تمت جزء من نحن نقف الآن في بوابة المعبد الرئيسية التي تخللها، يعني هي موجودة 6 أعمدة تتخللها 5 بوابات. تم الكشف عن هذه الأجزاء كلها كانت مغطاة بالمباني إسلامية في قبل 200 سنة تقريبا. تم إزالة أثناء الحفريات وكشفت عن جميع المعالم التي تروها الآن. طبعا معظم الأعمدة كان مفقود أو مكسر، تم أثناء عملية الترميم إعادة هذه الأعمدة وتوصيلها بعضها البعض وإقامتها بواسطة كرين تم جلبها من أثناء العمل. طبعا أثناء الحفريات جميع المكتشفات والمقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها أثناء الحفريات في المعبد أو غيرها من أجزاء المدينة تم جلبها إلى هذا الموقع، من ضمنها الأساطين والأعمدة والنقوش والأفايز للوعول التي كانت تشكل يعني معبود هام إلى جانب الإله المكة في هذا المعبد، دي هو الوعل، حيوان الوعل. فتم نحت لها السبائيين الكثير من الأفاريز التي كانت توج دار المعبد من الداخل كما تلاحظها الآن في هذا الجهة. فتم جلب هذه المقتنيات والتشكيلات الفنية إلى هذا الموقع حتى يتم إعادة مواقعها الأصلية أثناء الترميم. ولم يكتفي أهالي الزور باستقبال الصباح ومهرجانه الذي قدموه احتفاء بوصولنا، فأقاموا سمرا بالليل وجاءوا كلهم إلى هذه الساحة وأشعلوا النيران وتغنوا بالزوامل الترحيبية التي يعبرون بها عن مشاعرهم وأفكارهم وحياتهم كلها، ورقصوا رقصة البادية الشهيرة التي هي رمز للمحبة والتآلف والتعاون والانسجام والرجولة.
مرحبا يا قناة السيل للساحة. رحب الشيخ عبد الله مع أصحابه والشعب اليمن ما عاد شراحة. كذب في كذب سواته ونوابه. عشت 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 عشت. شاعر البرنامج فكتب هذه البالة فقدمها بالاشتراك مع أهل الزور، فكانت ليلة حافلة. يا مساء الخير ما مزن سحيب تصبب وعدم الخيل ترمح في فسيح البارية. يلا هدعوك يا رحمني وقولي يا رب يا إلهي السماء يا
اليوم طالع بالخافية. فرج الكرب لأن القلب منه تكرب، واغفر الذنب يا ذي تغفر أكبر خطية. في سهل بان رحب بالذي كان رحب، ثم سهل بان يوم القانه واصلية. أوفدوا من قبايل جهم كمن معصب، حاملين البندق راكبين الماطية. هب حتى الصبي جنب الذي شاب والشب، بالخصوص أرض عيمان الوجوه الباهية. وكان عند الصبح موكب من الضم مرتب، بالخيول والنيق والنخوة الحميارية. وكانت الخيل تجري بالفوارس وتلعب، والفوارس على صهوتها معتالية. والبنادق على اكتاف الرجاجيل وجعب، والزوامل تهز الأرض هزه قاوية. والكرم والشجاعة شرعات الجد والأب، والخصال الكريمة أصلها ماربية. مارب أصل العروبة والعروبة بتشرب منها كيف تضمى والعرب مرتاوية. وهات يا هاجس يخبر عن اللي تسبب في خراب اليمن بالله ويش القاضية. الإمام الجديد خطط ودبر ورتب، لجلي يبقى على عرشه وبعده بانية. قل له احذر من أشرار الحالم حين يغضب، عن قرب يا رجل بان اختم المسرحية. وساعة الصفر والله ما يجد أي مهرب، عاد فينا الزبيري والرجال الآبية. بون الزرقاء لها من غلاب الجيد يغلب، والزمن بايدر ويامهم منتهية. والصلاة على النبي ما شرق الضوء وغرب، وفي الختام يا رجال الزور مليون تحية. Oh.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. نرحب بقناة السهيل في محافظة مأرب، مديرية صرواح، في قبيلة جهم، في قرية الزور، بيت طعيمان. هذه المديرية والقبيلة تمتاز ببعض العادات والتقاليد التي هي من صميم الإسلام وأقرها الشرع الإسلامي الحنيف، إذ أن البعض يتصور أن القبيلة كلها أشياء سلبية، فبالعكس هنالك جانب مشرق وجانب مضيء في حياة القبيلة، وهي هذه الأشياء تتمثل في بعض العادات والتقاليد التي توافق الشرع، ومن ضمنها إكرام الضيف. فهذه المنطقة وهذه القبيلة تشتهر بإكرام الضيف، فإنها عادة موروثة عن الآباء والأجداد، فإذا جاء ضيف يخرج أبناء الحي لاستقبال ذلك الضيف، يخرجون ويصفون أمامه، ثم يتقدم مجموعة من أصحاب الأصوات الندية يختارونهم ليصوتوا بهذا الضيف، يرفعون أصواتهم، وكل صوت أمامه يعبر عن ذبيحة من الذبائح، فإذا كانت الأصوات خمسة فإنهم سيذبحون خمس ذبائح لهذا الضيف. فإذا صوتوا بالضيف هذا يتقدمون للسلام على الضيف، ثم يأخذون سلاح الضيف ويقدمونه إلى مكان يسمى الديوان أو المضاف. وإكرام الضيف مما يوافق الشرع الإسلامي الحنيف، فقد قال الله تعالى عن إبراهيم: وراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن العادات والتقاليد التي تشتهر بها هذه القبيلة وهذه المنطقة هو التعاون في أمر الزواج، حيث أن المتقدم للعرس يحمل جميع النفقات، وبالنسبة للوليمة يتعاون الناس في إعانة ذلك المتزوج على أمر الوليمة، فإن أهل الحي يقومون بتوزيع الغداء أو الضيافة على مجموعة من بيوت الحي، يوزعون الذبائح ويوزعون وجبات الغداء، ثم يقومون بتجهيز المضاف، تجهيز مكان الوليمة جميعا، فيشتركون في هذا الأمر، وكل العروس يوزع دعوات للناس، وكل من جاء إلى العريس في هذه الزواجة يقوم بإعطاء مبلغ مالي يسمى الرفد، عند القبائل يسمى بالرفد، أو يأتي برأس غنم أو ثور أو نحوه إعانة للحريو. وهذا من العادات الحسنة التي يقرها الشرع، والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن العادات الجميلة والطيبة في هذه المنطقة والمتشتهرة بين القبائل قضية الوساطة بين الناس، إذا حدث اشتباك أو نزاع بين قبيلتين تهب إحدى القبائل، لا تقف موقف المتفرج من هاتين القبيلتين، بل تهب إلى فض النزاع بين القبيلتين وإلى الدخول بين القبيلتين، ويرفعون أسلحتهم ويضعون شيلانهم على تلك الأسلحة ليعرف الناس أنهم وساطة بين الطرفين، فلا يعتدى عليهم، ويقومون بإيقاف الحرب بين القبيلتين، وهو ما يسمى عند القبائل بالدرك، يدرك هذه الوساطة، تدرك كل من الطرفين، ثم يعقدون صلحا بين القبيلتين، وهذا ما يوافق شرع الله عز وجل، فإن الله تعالى يقول: والصلح خير واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ويقول تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن العادات القبلية التي يعرف بها الناس وينكرونها قضية العيب والغدر، أن القبيلة تمكث الذي يعيب في هذا الصلح، والذي يغدر أو يقتل غريمة في أيام الصلح فإنه يحكم عليه بالمحدش، في بعض القبائل وفي بعض المناطق يحكم عليه بالمربوع. فكل هذه العادات تمكثها القبائل ولا تكرها، وهذا موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل غادر يوم القيامة يرفع له لواء ويقال هذه غدرة فلان بن فلان. فالشرع ينكر الغدر، كذلك القبائل لا يكرون العيب ولا يكرون الغدر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. لا يا حمام اطلع.
أرض اليمن أرض اليمن أرض اليمن يا جماعة بات ازدهر بزراعة أرض اليمن يا جماعة بات ازدهر بزراعة أرض اليمن أرض اليمن ليث للهلا لليمن أرض الجنان الخصيبة هي من زمان أرض مارب وديان وسيعه رحيبه وزرعها فرض واجب اما البلاد الغريبه ما ودنا بالاجانب نزرع وهي با تجيبه من خيرها والسحايب ونهتم شبان وشيبه نصير بعلى المراتب. مشاهدي الكرام مرحبا بكم من جديد في فقره الزراعه ونلتقي هنا باحد المزارعين. عرفنا باسمك محمد حمود طعيمان. حياك الله محمد. الملقب ابو عيل. حياك الله ابو عيل. حياك الله. طيب نريد نبذه سريعه عن زراعتكم في هذا الوادي الجميل الخصب وما هي انواع الزراعات؟ والله انواع الزراعات الحمد لله من جميع الزراع من جميع انواع الزراعه كلها. نعم يعني في بر الحمد لله دخن الحمد لله الدخن تزرعه ما شاء الله البر ما شاء الله الطماط ما شاء الله البطاط ما شاء الله والحمد لله ارض خصيبه لامه ارض ناصفه اليمن هذا الوادي ومنها والنعمه الحمد لله نعمه جليله بس الماء ينزل واحنا نزرع بعده والحمد لله الحمد لله وفي خير وفي نعمه واقل مزارع اقل مزارع جيله 200 قدح 300 قدح ما شاء الله 200 قدح 100 اقل اعجز واحد واقل واحد 50 قدح اذا اقلت يعني يعون عند صاحب المال كثير عنده 400 500 ما شاء الله قدح ما شاء الله الارض هذا بتعطيكم ما بتعطوها انتم ما بتعطوا الارض ما بتعطيكم هذا 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 الارض ولا نعطيها شيء هذا سيل هاي يجي من كل ارض اقول لك هذا زايد سلطان رحمه الله جاب لنا ست هذا ومع دولتنا والحمد لله وانتجنا في هذا الست كنا اول بنموت كنا نقول اول بنموت ما عاد بين نروح يوم الست كنا مفضلين الموت ولا نطلع من بلادنا وبعدين الحمد لله جاء يعني اللي كانت القريح يعني ايوه هذا القريح شوف شوف هذا القريح شوف هذه ها وتاكل القريح شوف هذيك وتاكل القريح شوف هذيك اربع قريح كانت المباني كلها هنا كلها المباني كلها بني طعيم عوضوكم وقالوا تنتقلوا الى القريح عوض بسيطه بس والله ادونا في اللبنه 10 ريال ما تساوي شيء خير الله اذا موضوعنا هو ندخل هذا الموضوع موضوع كثير الحمد لله الحمد لله طيب يعني جاتنا مواسم البر ايوه في شهر 9 شهر 10 ونذره ما وافقها الحظ الحمد لله يعني زراعه متوفره وبركه من الله والحمد لله وفي نعمه وخير وستر من الله سبحانه وتعالى اما اذا كنا ننظر الى غير بلادنا ما نحصل خير لكن الحمد لله الخير عندنا في بلادنا والله بيصلح املنا واستقرارنا واقتصادنا باذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله. طيب هذا الوقت او المعلم الزراعي ما هو؟ هذا في شهر 10 قلت لك نذر البر ايوه سمعت ونذره في من شهر 9 الى شهر 10 واحنا نذر البر والحمد لله هذا البر اما الذره هذا ايش هذا الذره هذا الذره هذا تشوف هذا ذره شامي هذا نذرها في السبع تجي ملك في السبع وتجي ملك في الخمس وتجي ملك في التسع ويجي يعني وحتى السمسم يجي ما شاء الله العظيم نذرها سمسم ويجي ما شاء الله طيب فواكه بركه هل تزرع فواكه كثير انا اروح بكم الى فوق الفواكه الان اذا ما تشوفوا ايش انواع الفواكه ايش انواع الفواكه من الطماط والبطاط والجر والشمام ومن كل كم حدك بانواع زراعه كامله اذا نذهب اليها نصور توكلنا على الله طيب قبل ما نذهب نصيحه توجهها للمزارعين كل المشاهدين اللي بيشاهدوك ما نصيحتك لهم نصيحتي انهم يهتموا من 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 جد وجد ومن زرع حصد نعم سمعت في هذا الاشياء اذا الانسان اذا كان المواطن من جد وجهد واجتهد في ماله يعوضها الله من عنده ويبارك له الله في ماله ان شاء الله سمعت اذا كان هو يعني مجتهد في المال وانه بيصير يدور بعد ايام له يسره يتخبط بيجيه الفقر صح واذا كان خيل ما ينتج ينفعه من الله سبحانه وتعالى دنق في الارض وعمل فيها ولا يحسب مده فيها لو كان احنا نحسب مدنا في هذه الارض ما عاد تدي ما مسيناها صح لكن الحمد لله ما نحاسب فيها وهي ما تحاسب علينا من فضل الله الله يجينا ما احنا نطلب به نعم شكرا لك بارك الله فيك وان شاء الله المشاهدين الذي يستمعوك الان وكل المزارعين سينهضوا وسيشدوا الهمم ويزرعوا الارض بزراعتنا الارض يكون رافد اقتصادي. حين تحدثنا اننا سنصور حلقات في مأرب
قال لنا الكثيرون: ولكن لديكم فقرة الزراعة، فأية زراعة ستصورون هناك وهي صحراء قاحلة؟ وهذا يدل أن الكثيرين لا يعرفون إلا القليل عن مأرب. وأما نحن فقد أخبرنا المنسقون للبرنامج أن للزراعة نصيبا كبيرا في مأرب وبواديها، ولكننا لم نكن نتصور أنها بهذا القدر. إنها واحات في وسط الصحراء، هذا هو وادي ذنة الذي يزرع فيه أهالي المنطقة بعد انتقالهم من جانب السد، بعد أن قام بتوسيعه الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله. إن هذا المنظر يملأ القلب بهجة وفرحا واعتزازا وأملا بوجود الخير الوفير في بلادنا. إنها حقا أرض طيبة كما وصفها خالقها في كتابه الكريم: ومن أصدق من الله قيلا. كانت هذه الأرض قاحلة، وحين وضع الفلاحون البذور نمت وترعرعت حتى صارت الأرض فرشا أخضر. فسبحان الله القائل: أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ كيف تستورد دولة غذاءها وعندها مثل هذه الوديان؟ أليس هذا إنكارا لنعمة الله؟ إن أهل الوادي يعانون من قلة المياه، ولا يستطيعون توصيل الماء من السد لعدم توفير الإمكانيات. ولو كان لهم دعم من جهة الاختصاص لصارت مأرب جنة كما كانت في الزمن القديم. لولا إصرار الناس هنا وحبهم للأرض وتعاونهم لما استطاعوا أن يتغلبوا على الصعوبات التي تواجههم، ولهذا أعطاهم الله من فضله. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. صدق الله العظيم. مشاهدي الكرام، نحن الآن في هذا الوادي الخصيب المسمى وادي ذنة، هنا جوار سد مأرب العظيم. ولدينا هنا من أكبر المزارعين في هذا الوادي الخصب الشيخ ناجي، ولد الشيخ عبد الله دايمان. حياك الله. نريد تحدثنا وتكلمنا عن نبذة مختصرة عن هذا الوادي. نشكركم على زيارتكم. أولا نشكر قناة السهيل على زيارة هذا المنطقة. هذه منطقة حوض السد، تزرع جميع الخضروات والقمح، تزرع كما تنتج إنتاج كبير من القمح. ووعدنا الرئيس الجمهورية بدعم الحب السنة الماضية، لكن لم يصدق في وعده، وجه لوزارة الزراعة. وعدكم في صيبة وكي؟ لا، في أسعار الحب، رفع أسعار الحب. لكن المشكلة أنهم رجعوا وعدونا أسعار الحب الخارجي، وينقصنا المضخات والمعدات الزراعية. وزارة الزراعة في مأرب، منطقة في مأرب، لم تدعمنا بأي حاجة ولا أي شيء من جانب وزارة الزراعة، ولا أي شيء، سواء هي ماشي في مأرب أي وزارة الزراعة. طيب، كلها جهود فردية من قبلكم أنتم؟ نعم، كلها جهود المزارعين فقط. طيب، أنواع الزراعات الأخرى غير البر؟
والله الطماطم، البطاطس، الحبحب، الشمام، كل هذه الخضروات. نعم، البيبار والخيار كلها. طيب قلت لي الآبار ما فيش آبار، كله من السد الماء. نعم كلها أبيار موجودة، يمكن في حوالي 120 بير من المنطقة هذه حتى الحوض السد. نعم. يستفيدوا مثلا من السد في ري المزارع؟ نعم نعم نستفيد منها، ونزرع هذه الزراعة كلها بعد نزول الماء من الأرض. طيب مثلا هذا ايش الموسم الان؟ الان موسم البر، وبقي له يمكن حول شهر على حصاده. وبعدين؟ وبعدين حصده، والناس يزرعوا شمام، يزرعوا حبحب، يزرعوا طماطم. نعم. يزرعوا بذور كم تستمر مثلا الشمام ولا الحبحب لو ما تأتي الثمره؟ 3 أشهر ونص. وبعدين يقضفوها؟ وبعدين يرفعوها. طيب عادوا كملتوا انتوا الان خلصوا من الان؟ خلص الموسم الاول حق الشمام والحبحب. كم ياتي في العام كم؟ مرتين. مرتين؟ نعم. هذا موسمه يعني؟ موسمه نعم. والطماط نفس الشيء موسمين. طيب ليش ما تزرعوا مثلا هنا ليمون وبرتقال؟ البرتقال والليمون في المناطق المرتفعة في علو حوض السد. ما هو السبب ما يزرعش؟ لا، السد عندما يجي موسم الأمطار يرتفع إلى مناطق مرتفعة ويغمر هذه ويجدد الخصوبة فيها. ويأثر إذا كان أشجار؟ نعم يأثر على أي زراعة كانت موجودة. إذا نشكركم على زراعة الأرض والاهتمام بها رغم تكسير الدولة الكبير، إلا أن أنتم شديتوا الهمم والحمد لله أنه قاومتم هذا كله وزرعتم الأرض. ما نصيحتك للمشاهدين والمزارعين؟ والله نصيحة الناس يعتمدوا على أنفسهم، أما بالنسبة لوعود الدولة في يعني كثيرة ولا تصدق أبدا. ننصحهم يقوموا يعتمدوا على أنفسهم ويزارعوا لأنفسهم. إن شاء الله سيستمعوا إلى هذه النصيحة. شكرا لك. شكرا. بارك الله فيك. كان نزرع في الماء وناكل من الماء. تعبنا احنا، تعبنا الاولين، تعبنا. كان اليوم مصاري اليوم يا خوي قبل ما ندخل عجلة. من يدينا العجلة؟ من يدينا؟ نسمع حكاية من الماضي، خليك معنا ذكي واعي، نسمع حكاية من الماضي.
شكرا لسلامتكم. بصمات واثر صانعها لن ينسى. رحلوا ولكن خلفوا بصماتهم، ما مات من ظلت لهم بصمات، ولرب أحياء وهم تحت الثرى، ولرب أحياء وهم أموات. أحبتنا بطلوا فقرتنا، فقرة بصمات هذا اليوم هو الشيخ الراحل عبد الله بن حمود طعيمان، فلنستمع إلى التقرير حول هذه الشخصية. الشيخ عبد الله بن حمود طعيمان، لكثرة ما يذكرونه شعرنا أنه ما يزال حيا بينهم. إذا سألت أحدهم عنه تحدث بإجلال ومحبة وحزن. عرفنا مكانة ذلك الراحل رحمه الله في عيونهم وفي نبراتهم وفي كلماتهم، كان ذا قلب طيب رحيب يتسع للجميع ولا يضيق بأحد. كان أخا لمن هم مثله، وأبا للصغير، وابنا للكبير. كان همه الأكبر تعليم الناس ودرء المفاسد عنهم وجلب المصالح لهم والإصلاح بين المتخاصمين، باذلا حكمته وجهده وماله. كان شيخهم لأنه كان أكثرهم حكمة وتواضعا وجودا وعملا، متمثلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد القوم خادمهم. بل لقد بلغ من المكانة عند قومه أن الخصومة إذا استعصى حلها وضع جهازه بين أيدي المتخاصمين فيتراضون على الصلح محبة له واحتراما. وإن محبة الناس لإنسان ما بعد رحيله لفضل كبير من الله تعالى. نعم، هذا هو الملك الحقيقي الذي يبقى إذا ما أغلقت أجفانه. فضيلة المرحوم رحمه الله عبد الله بن حمود عبيدان كان له دور كبير في الجانب الدعوي، وبالذات نعرفه من عام 1993، ونحن من أبنائه ومن الذين رباهم رحمه الله، فكان يؤثر فينا تأثيرا شامل كامل حتى عرفنا الدعوة معرفة المنطق الصحيح بالمعنى الشامل والشمولية التي يعرفها الإسلام. فهو رحمه الله قبل رحيله أكبر شاهد ودليل على ذلك أنه في آخر حياته في رمضان كنت أنا سألته عن نفسي شخصيا، قلت له رحمه الله: يا أبا عبد الرحمن، لقد خرج الناس كلهم من الاعتكاف ما عدا أنت. فوالله لقد كان جوابه قال لنا: أنا لم أخرج إلا ليلة العيد. وفعلا رحمه الله خرج ليلة العيد وصام 3 أيام من شوال، ومات يوم الاثنين، وكان عندنا في ذلك اليوم عرس، وأفطر على شأن العرس، يعني إن كانت له وجهة اجتماعية وكما يعرفها الناس. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأخ عبد الله كان من أحسن الناس، مربي في داخل الأسرة، وأنا أخا له، وربانا على الدعوة وعلى تربية الأخلاقية وعلى القرآن، ورب الأسرة تربية، وكان منظم في أوقاته الذي يدعو فيها والأعمالها الذي يقوم بها. فهو ناضل في مجال الدعوة وفي مجال المجتمع، فهو كان من أحسن الناس الذي هو رأيه في المجتمع، ولا وكان يعني له قبله في اصحابه وفي مجتمعه، وكان كلمته مقبوله وفي اسرته. ايضا كان في الناحيه الاجتماعيه وفي اصلاح ذات البين يسعى بين الناس قبل مماته وبعد مماته، ايضا بجهازه اصلح بين الناس. اذكر انه بعد ما مات كان جهازه يدوه الى في قضيه وتحتل القضيه بقدر للشخص هذا. فأنا الذي أطلبه من الإخوة الذي في المنطقة أن يسعوا مسعاه رحمه الله وأسكن الله فسيح جناته، أنه كان متفاني لوجود الخدمة للمنطقة، كيف يستطيع أن يوفر المياه إلى داخل هذه القرية البعيدة عن الماء حوالي 15 كيلو و20 كيلو،
والحمد لله تحققت الرؤية وتحقق الحلم الذي كان يسعى إليه، ونسأل الله أن يسكنه الجنة، ونطلب من الإخوة بقية الإخوة في المنطقة أن يسعوا مسعى هذا الرجل الذي كان له بصمات واضحة في هذه القرية وفي هذه المنطقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الوئام والانسجام هذا الوسام مسك الختام، بعد الوئام والانسجام هذا الوسام مسك الختام. أحبتنا، بعد يوم ريفي بدوي مأربي يمني عربي حافل نصل إلى ختام هذه الحلقة المتميزة. ها نحن نرحل حاملين في أعماقنا ذكرى لن تنسى للمكان وأهله، لكرمهم ونخوتهم وشهامتهم وبساطتهم وصدقهم وشجاعتهم وعمق تاريخهم وجمال واديهم وصهيل خيولهم وضحكاتهم وروعة سمرهم وشعرهم. إلى اللقاء في حلقة أخرى من حلقات الريف بين العرف والتعريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الوئام والانسجام هذا الوسام مسك الختام، بعد الوئام والانسجام هذا الوسام مسك الختام.